الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 53، كتاب صفة القيامة والجنة. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نحن وأحبابنا وسائر المسلمين. وفيه 20 بابا. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 22 بعد 207,000. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن العبرة يوم القيامة بالتقوى والعمل الصالح، لا بالمال ولا بالجاه ولا بوزن الجسم ولا غير ذلك من مظاهر الدنيا الخداعة. فقد يؤتى بإنسان فقير ضعيف ويكون مقامه عند الله عالي، ويؤتى بإنسان تاني من أغنى أغنياء الدنيا وأقوى الناس بدنا وأحلاهم صورة، ولا يزن عند الله شيئا بسبب كفره. الأول ارتفع بسبب إيمانه، والآخر انخفض وخف بسبب كفره، فهو الخافض الرافع سبحانه، يرفع المؤمن ويخفض الكافر. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني. عبيدة تقول شعبيد، عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حبر يعني عالم من علماء اليهود، يسموه حبر، وفي لغة تانية حبر بكسر الحاء والأفصح الفتح، حبر وحبر الاثنين بمعنى واحد، ومنها حتى اسم الحبر اللي بنكتب به لأنه بيكتب به العلم، فيبقى حبر يعني عالم من علماء بني إسرائيل. قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الأحاديث التي يرد فيها صفة الله بجارحة من الجوارح يجب على المسلم أن يفهمها كالآتي: أولا، يصرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالجسمية أو الجارحة، الآلة. نحن لا ننفي الصفة، نحن ننفي الآلة، لأن الوهابية مش فاهمين مذهب الأشعري، يقولك بينفوا الصفات. لا، هي الإصبع دي مش صفة، دي آلة. احنا ننفي الآلة ولا ننفي الصفة، الصفة القدرة، ننفي الآلة مفهوم الآلة. فالله لا يحتاج لآلة لأنه قادر قدير، ف
فلا ننفي الصفات بل ننفي الآلات، يعني لا ننفي السمع لكن ننفي الأذن، لا ننفي البصر إنه بصير لكن ننفي العين الجارحة. فهمت المسألة؟ وبالتالي لابد أن يصرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالآلة والجارحة. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، ولأنه غني مستغن عن الجوارح، لو كانت له جوارح لافتقر إلى جوارحه وأبعاده، والله لا يفتقر لذلك، الله ليس كمثله شيء. واخد بالك؟ يبقى أول حاجة أصرف اللفظ الموحي بالجارحة والآلة عن ظاهره، دي أول حاجة. الحاجة الثانية مذهبان، مذهب يفوض ولا يؤول، والمذهب الثاني يؤول، ومذهب التفويض أأمن ومذهب التأويل أمكن وأقوى في الحجة. واخد بالك ازاي؟ فيبقى احنا يا اما نفوض يا اما نأول. والمذهب الأمة عندما أولوا في عصر التابعين ليصرفوا المعنى التكسيمي الذي نشأ في أذهان بعض الطوائف، فاضطروا يؤولوا، يقولوا اللغة العربية واسعة. يعني أنت مثلا ما تيجي تقول إن مصر دي في إصبع رئيس الجمهورية، يعني حطيتها على إصبعه كده ولا يعني تحت قدرته؟ تحت إمرته. يبقى اللغة كبيرة، بالرغم إن رئيس الجمهورية ليه إصبع، بالرغم كمان إنه مخلوق وله صباع، إلا إن الصباع هنا مش مقصود به الصباع الجارح، ده مقصود به صباع القدرة أو سهولة الشيء عليه. ساعات الإنسان يعبر عن شيء سهل يقول إيه ده أنا بصباعي كده أشاور بس كل الدنيا تتقلب، يقصد إيه؟ يقصد سهولة الأمر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لغة العربية واسعة، وبالتالي لابد إننا نفهمه باللغة العربية. فالمؤولة يبقى المفوضة أأمن عشان ما يقيدش اللفظ يسيبه كده يفوضه لله، والمؤولة أمكن. ليه؟ لأن حتى نفهم اللفظ بما يوافق باقي القرآن، لأن الله بيقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار. فهمت إزاي؟ والنبي يقول كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، وبالتالي لابد أن أنا أفهم تحت هذه القواعد. فنيجي نقرأ بقى الحديث ونفهم. الحبر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يعني الحديث ده أصله مروي في البخاري كمان، ويتمسك بيه بقى المجسمة وينسب لله الصباع والجارحة واليد وخلاص، يبقى ربنا ليه صوابع. طب وليه ضوافر؟ لا ما أعرفش. شفت الجهل. طب وصباعه بكام عقلة؟ جهلة. يقول ليس له كيف، يعني له إصبع على الحقيقة بس بلا كيف. نسبوا إلى الله الآلات والجوارح وكل نقص، وتمحكوا بالبلكفة، يعني رد بلا كيف. فهمت ازاي؟ تمحكوا ايه؟ بالبلكفة. دول عالم مجسمة مشبهة مجرمين. فهمت ازاي؟ خالفوا صريح الشرع الشريف. الأولى ألا تقف عند صريح اللفظ. عايز تبقى تفوض فوض، ولا تقف على صريح اللفظ، ولا تنسبه ايه بالجارح، ولا تصفه بالجارح لو انت عايز تبقى محترم. لكن هم لم يريدوا ان يكونوا محترمين. فهمت ازاي؟ فعندنا احنا مذهبين، مذهب المؤولة والمفوضة، والاثنين يبدأوا بعد صرف الظهر عن اللفظ عن ظاهره. لابد تمشي بالخطوة الاولانية، اصرف اللفظ عن ظاهره الاول، ثم بعد ذلك نواجه اللفظ في معناه على مدرستين، مدرسة تفوض يعني لا تؤول، ومدرسة تؤول يعني تدي لك معنى يحتمل لللفظ ولا تقيده بالمعنى المحتمل. على فكرة ده بتقول معناه محتمل يبقى كذا، واضح؟ فنيجي نقرأ الحديث تاني على بناء على هذه القاعدة. جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك،
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر. نقف هنا، يعني كأن النبي تعجب من طريقة فهم الحبر، لأن الله له جسم، لأن اليهود أصلا مجسمة بيعتبروا أن الله له جسم، ففهموا التوراة على التجسيم ولم يفهموها على التنزيل. يبقى إيه؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعجبا مما قال. لإيه؟ لفهمه على التجسيم كعادة اليهود، تصديقا له. طب وكلمة تصديقا له إيه؟ دي من الراوي، دي إدراك من الراوي، كأن الراوي ترجم ضحك النبي وتعجبه على أنه تصديق، أنه موافق، وهذا خطأ. النبي متعجب من عدم تنزيه هذا الحبر مع كونه من علماء اليهود لله عز وجل، فتعجب. ولذا احتاجوا أنبياء، ولو كانوا نزهوا الله حق التنزيه ما احتاجوا أنبياء، ولكنهم جسموا الله. فهمت بقى؟ يبقى اللي قال تصديقا له مدرج من كلام الراوي تعليلا لضحك النبي، ظنا منه أنه موافقا على كلامه، والحقيقة أن النبي متعجبا كيف يظن في الله أنه له أصابع على الحس. فهمت بقى المعنى؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى الآية القرآنية التي تدل على هذا المعنى مع كمال التنزيه. قال وما قدر الله حق قدره، يبقى بدأ إيه؟ وما نزه الله حق تنزيه، دل على أن النبي لما ضحك تعجبا لأن الحبر لم ينزل لحق التنزيه، بدليل أن بداية الآية وما قدر الله حق قدره. يعني مين اللي قدر الله؟ تعود على الحبر نفسه وعلى اليهود وعلى كل من جسم الله عز وجل واعتقد أن له الآلات والجوارح. فهمت؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى قبضته معناها قدرته، تحت قدرته. فهمت بقى؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال بيمين ليه؟ واحنا نقول ربنا له يمين وشمال؟ لا، لأن تملي اليمين في لغة الناس تكون أقوى من الشمال، أي أن قدرته قوية جدا لا تدرك. فهمت ازاي؟ وهو يكلم العرب بلغة العرب التي تدل على المجاز، فاليمين هنا ليس معنى الجهة بل بمعنى القوة. واخد بالك ازاي؟ يعني تقول الأمر أفعله بيميني يعني بقدرتي. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي يشبهونه بما لا يليق، أو يجعلون له ندا، أو يجعلون له كفؤا، أو يجعلون له كيفا، فسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. تقييد فهم الحديث بهذه الطريقة يجعلك تدركه إدراكا جيدا بطريقة توافق سائر القرآن والسنة، حتى لا تناقض مفاهيم باقي القرآن والسنة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن، وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له. يبقى ده كلام مين؟ كلام الراوي. والراوي قد يخطئ، انما النبي لا يخطئ. فهمت بقى ازاي؟ والنواجذ هي الاضراس. ايوه، من هو الراوي الذي اخطأ؟ الراوي ان شاء الله الصحابي، ان شاء الله الصحابي نفسه. هو الصحابي يخطئ؟ يخطئ، ايه المشكله يعني؟ صحابي نبي، طب خلاص النبي جاي فاهم الناس دي كلها، يا اما الراوي هو الصحابي او التابعي. تحتمل ابو هريره نفسه ولا قال كده، وتحتمل ان هو الاعرج اللي قال كده، وابو الزناد هو اللي قال كده. يسموه ادراج، يسموا هذا ايه؟ ادراج، يعني احد الرواه قال كده.
في سبيل الساعه وقت تصلي يعني. السهو دي 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 طبيعة الإنسان، ده من كمال الإنسان أن يسهو. سيدنا رسول الله إنسان كامل، لو كان لا يسهو يبقى مش إنسان كامل، يبقى إنسان غير طبيعي ليس نقصا. سهى عن العبادة لا عن المعبود، لم يسهو عن الله بل سهى عن العبادة نفسها لفنائه في مولاه، فهم؟ فالإنسان من طبيعته أن ينسى، ورسوله مش إنسان، إنسان ده هو الإنسان الكامل. بالعكس مش خطأ، هو الناسي مخطئ. هو أنت لما تنسى تبقى أخطأت، اسمك ناسي، ده عذر، عذر بشري، فهمتني إزاي؟ سيدنا آدم مش كان نبي؟ فنسي ولم نجد له عذر. نبي ينسى مش كده برضو؟ النبي ممكن ينسى، لكن لا ينسى إلا ما سبق له أن بلغه حتى ينبه. يبقى لا ينسى قبل البلاغ بل ينسى بعد البلاغ، لأن لو نسي قبل البلاغ ما نبه وكان يكون كاتما لما أمر بإبلاغه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى نسيان الأنبياء مقيد ببعد البلاغ لا قبل البلاغ. هذا في الأمور العبادية المأمور بإيه؟ بإبلاغها الدينية يعني. أما الأمور الدنيوية فلا بأس ينسى أو ما ينساش، ما تفرقش، نسي كل إيه الصبح ما تفرقش. فهمت بقى زي؟ لكن الأمور العبادية لا، لا ينساها إلا بعد إبلاغها. فهمت بقى؟ والنسيان في حق النبي في العبادات كان من كمال إبلاغه للأمة وتعليمه حتى يعلمهم إذا نسوا ماذا يفعلون. يبقى عند نسيانه كان مبلغا بيعلم الناس كيف يفعلون إذا سهوا، يبقى كان في حال نسيانه رسولا مبلغا معلما. ثم نسيان النبي في حياته كلها كان إيه؟ اتعدى 6 مرات، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. انت من يوم ما صليت لحد دلوقتي سهيت كم مره؟ عد كده مئات المرات. النبي 6 مرات بس او 5 مرات معدوده ومعروفه ومحسوبه، مره بالزياده ومره بالنقصان ومره محسوبين. فهمت بقى ازاي؟ يبقى حتى النبي في نسيانه كامل، وعشان كده قالوا ايه؟ يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون إلا من كل قلب غافل الله. قلت قد سهى عن كل ما سوى الله فالتعظيم لله، قد غاب سره وسهى عن كل ما سوى الله فالتعظيم لله، يعني من أجل تعظيمه لله سهى أحيانا عما سواه، وهو ضبط العدد. فهمت إزاي؟ هو لم يسهو عن ربه بل ساعة عن ضبط العدد لتعليم الأمة كمان، لأجل تعليم الأمة. ثم لم يحدث إلا في مرات معدودة لما يأم الناس 23 سنة صلى الله عليه وسلم ويسهو 6 مرات أو 5 مرات، يبقى ده ينسب له السهو ولا يبقى نادر لا حكم له؟ وتبقى 6 مرات دي لتعليم الأمة. فهمت بقى المسألة؟ وكان أول ناس أول الناس اللي هو سيدنا آدم وهو نبي، مش كده برضه؟ وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وكان أول ناس أول الناس. والنسيان على فكرة نعمة كبيرة من نعم الله عليه، يعني لولا النسيان ما استطعت أن تركز لعمل جديد، تفضل متذكر كل الماضي، فإذا تذكرت كل الماضي كيف تتعلم جديد؟ تصير مشوشة. فالنسيان ده نعمة كبيرة حتى تستطيع أن تتعلم الجديد وأن تتقن ما أقامك الله فيه، وإلا لو تذكرت كل شيء في وقت واحد لا تستطيع أن تتقن ما تقيمه وأن تتعلم الجديد، تكون كالكوب المملوء لا يدخل فيه شيء. فهمت بقى؟ يبقى النسيان ده نعمة كبيرة. ومن ضمن أسباب الجنون إيه؟ إن الإنسان ذهنه يبقى متقد فاكر كل حاجة، يقوم يزول عنه النوم
يقوم يزول عقله. تصور بقى يبقى مشوش، فاكر كل حاجة حصلت له وهو طفل وهو شاب وهو كبير وهو في المدرسة وهو لما اتخرج ولما اتجوز ولما عي ولما اتضرب ولما ولما، كله ده في وقت واحد. ما يعرفش ينام، يتجنن، تيجي تكلمه ما يعرفش يرد عليك. يبقى النسيان ده نعمة كبيرة، واخد بالك؟ لتركز. والنسيان كمان نعمة كبيرة علشان تنسى الحزن. كم من انسان فقد احبابه، فهمت ازاي؟ لو فضل فاكر حبه لهم وشوقه اليهم ما استطاع ان هو يتحمل ان يواجه الحياة بعد وفاته، فهمت بقى ازاي؟ فالنسيان ده نعمة كبيرة. لو متذكرين كده لحظة وفاة النبي وحرمنا منه ليل نهار كده، هنفضل يتحسر قلبنا ان شاء الله ونموت، مش هنعمل حاجة. لكن لابد ان ربنا يدي لك لحظات كده ينسيك دي علشان تتقن حاجة تانية. يبقى النسيان ده نعمة ولا مش نعمة؟ ده نعمة مش نقمة، ده نعمة كبيرة، فهم؟ خرجتنا من الموضوع، خلينا هنا، مش عايزين حد يخرجنا من المواضيع بعد كده، لان كده ضيعت الدرس. وعن ابي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم يقول سمعت علقمه يقول قال عبد الله جاء رجل من اهل الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك انا الملك. قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ما قالش بقى تصديقا له هنا، الرواية دي ما قالش تصديقا له، عشان تعرف تصديقا له دي أصلا غالبا غالبا إدراج من أحد الرواة. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع ولكن في حديثه والجبال على إصبع وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. وممكن تصديقا له لأنها جاءت في التوراة على هذه الهيئة وتعجب من فهمه الذي أدى إلى التكسيم ولم يفهم منها معنى التنزيه. تحتمل برضه، فهمت ازاي؟ يبقى تحتمل ان ايه، كيف ان هذه الآية التي في التوراة التي ذكرها تشبه ما ورد في القرآن لكن مع كمال التعظيم وصرف الألفاظ عن ظاهرها، فهمت بقى ازاي؟ يبقى ممكن تعجب من التشابه المعنى او تعجب من فهم هذا الحبر الذي يوحي بالتكسيم، يحتمل الاثنين، فهمت بقى المعنى؟ لان الفرق الكبير بين النص وفهم النص، ونحن متعبدون بفهم النص، فهمت ازاي؟ انت متعبد بفهم النص، لابد ان تفهمه بطريقة لا تكر على باقي النصوص بالايه؟ بالبطلان. ولكن العجب انه ايه، ان المجسمة عايزين ناخد عقيدتنا من كلام الحبر اليهودي على طريقة فهم الحبر اليهودي، واحنا المفروض نعلمهم كيف ينزه الله، لا نأخذ العقيدة منهم، فهمت بقى ازاي؟ فدي المشكلة، ان يجيبوا لك الحديث ده ويقول لك هي دي العقيدة. انت عايز تفهم، امشي ورا حبر اليهود يا سيدي، امشي بقى ورا حبر اليهود. حبر اليهودي فهم منها التكسيم، وانت تريد ان تفهم منه كاليهود، هتاخد عقيدتك من اليهود ولا تاخد عقيدتك من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ما قدر الله حق قدره والله بكل شيء محيط لا يحيطون به علما يحذركم الله نفسه، اين ذلك من ذاك؟ فهم؟ انا طولت في هذا الحديث لان اصلهم عاملين عليه حفله كبيره المجسمه والوهابيه، عاملين حفلات كبيرة، والأحاديث دي يا سلام يحطوها كده نمرة واحد، هي وحديث الجارية اللي بتشير للسماء، عندهم هي دي العقائد بتاعتهم. فربنا ينجيهم مما هم فيه. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب
قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تعالى تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهنا قال مرة شمال ومرة يمين، المقصود اللي هي تفاوت القدرة في مفهوم السامع، لأن اليمين أقوى من الشمال، فالسماوات والأرض أوسع، السماوات أوسع من إيه؟ من الأرض. فضرب المثل إنه يطوي السماء باليمين لأن هي أقوى لخلق السماوات والأرض، أكبر من خلق الناس، فهمت؟ ونسب الأقل في الخلق إلى الشمال لأن الشمال أضعف من اليمين، فهمت بقى إزاي؟ دي لتفاوت الخلق لا لتفاوت الخالق، لبيان تفاوت الخلق لا لبيان تفاوت قدرة الخالق، فالله على كل شيء قدير. فلا بد انك انت تفهم هذه المعاني وتصرف الالفاظ عن عما توحي اليه من جهات وكذلك عما توحي اليه من آلات، فهمت ازاي؟ لا آلة ولا جهة، الله لا يفتقر لآلة ولا يفتقر لجهة، انت الذي تفتقر لآلة وتفتقر لجهة، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اهتز المنبر لجلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتز إيه وحن له الجسم. ودي برضه من بيان إيه معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الجمادات تنفعل لكلامه وتنفعل معه وبه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ثم ذكر نحو حديث يعقوب. باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. وعن أبي قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق. ده يدل على أن الإنسان في قمة التطور، أن الله خلق الأرض وما فيها في على هيئة أطوار وجعل أعلى ويعني ما على قمة هذا التطور هو الإنسان اللي هو آدم في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وعن أبي قال طبعا يوم هنا مش يوم يعني 24 ساعة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كخمسين ألف سنة، يعني لا يعلم مدى هذا اليوم إلا الله، فهمت بقى ازاي؟ مش شرط يبقى اليوم يعني زي ال 24 ساعه بتوعنا دول، ده يوم من ايام الله.
قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى ابن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. ربنا بيقول يوم صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول في القرآن إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، اللي أرض المحشر. فالنبي هنا بيوصف أرض المحشر. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، هتبقى لونها إيه؟ بيضاء عفراء، يعني أبيض مغبر، أبيض إيه؟ فيه غير ناصع، يعني بيضاء عفراء يعني بياض غير ناصع، كقرصة النقي، زي قرصة إيه؟ الدقيق كده، زي القرصة بتاع الدقيق، يعني ما فيهاش جبال. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذروها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنف، يعني لا ترى فيها وجاج ولا ترى فيها ارتفاعات وانخفاضات، اللي هي ايه أرض مبسوطة كده لا تجد فيها علم لأحد، علم يعني علامة، مفيش علامة لحد. لا تقول لي أنا هقف جنب الجبل تعالى هتلاقيني عند الناصية، لا في ناصية ولا في جبل ولا في حاجة تعلم بيها. فهمت ازاي؟ يعني أرض لا علامات فيها، أدي المعنى، ليس فيها علم لأحد، يعني علامة لأحد أو ارتفاع أو انخفاض، اللي هي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والعوج اللي هو يكون إيه في الأفقي، والأمت اللي هو يكون في الرأسي، عندنا المحور السيني والمحور الصادي. فهمت ازاي؟ في هوريزونتال وفي فيرتيكال، مش كده برضو؟ عوجة ده الهوريزونتال اللي هو ايه الافقي، والامت اللي هو الفيرتيكال الرأسي. فهمت ازاي؟ يبقى كل مش ساعات يقول لك احنا عايزين نتوسع افقيا او نتوسع رأسيا، ادي معنى العوج يبقى متعلق بالايه بالافقي، والامت متعلق بالرأسي، فلا ترى فيها عوجا ولا امتا. نفس كأنه بيفسر الآية بتاعت ايه سورة طه صلى الله عليه وسلم، هو يفسر الآية بتاعت آخر سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلق